جيب ثمرة أفوكادو ويتحط عليها شوية لبن ومعلقة عسل، ولو كان ممكن يتحط لوز مطحون. كل ده يتضرب في الخلاط. الأفوكادو ده بيتباع عند الفكهانية اللي لونها أخضر عاملة زي الكمثرى كده، تحط في الخلاط مع معلقتين أو معلقتين عسل ونص كوباية لبن وشوية لوز مقشور مطحون، وتضرب كله مع بعض وتعمل ماسك تساب ربع ساعة وتشطف مرة كل أسبوع. لو ملقيناش الأفوكادو ممكن الناس بتحط موز، الموز أسهل وأرخص لكن الأفوكادو أقوى وأحسن. ممكن بدل ما نحط مثلا، ممكن يحط الناس بيحطوا جزر، جزر مسلوق، يبقى البديل اللي هو نمرة اتنين الأرخص إن هنحط موزة وجزراية مسلوقة مع معلقة عسل. اهو ده برضو ماسك مرطب كويس جدا للبشرة. قلنا ان احنا برضو محتاجين نعمل كل اسبوعين، خاصة مع التلوث اللي موجود في الصيف مع البشرة اللي هي بتبقى حساسة شوية، تبقى قابلة للجفاف اكتر، كل اسبوعين في رمضان يعني مرتين في الشهر الماسك اللي هو بنسميه انتي اوكسيدانت، مضاد للتأكسد. هنجيب 5 6 ثمرات فراولة ومعهم عصير برتقانة، برتقانة نعصرها نحطهم معاهم معلقتين عسل، تعمل برضو ماسك ربع ساعة وتشطف في الوش بيه. 5 6 ثمرات فراولة، عصير برتقانة مع معلقتين عسل، هتضربه في الخلاط وتعمل بيهم الماسك لمدة ربع ساعة وتشطف في الوش. الناس اللي بتدخن والبشرة بتاعتهم بتبقى دايما محتاجة يعمل حاجة اسمها ديتوكس، مزيل السموم اللي بتتراكم في الجلد، مادة الفورمالدهايد اللي حتى الناس اللي مش بس بتدخن اللي بتقعد في جو فيه تدخين كتير، المادة دي بيمتصها الجلد. انا قاعد كده اللي جنبي بيدخن، جه الجلد بتاعي اتاثر، مع الوقت يجي لي شيخوخه مبكره بتكسر الالياف المرنه بتاعت الجلد. هو احسن حاجه بتعمل ديتوكس هو البقدونس، حزمه البقدونس تتفرم كويس قوي وتتعمل في ميه وتتساب كده في الميه اللي بتغلي شويه، هي نفس البقدونس اللي بقى مفروم وبقى زي العجينه كده، نعمل بيه الماسك ربع ساعه و10 دقائق، وبعد كده الميه نفسها بتاعته نغسل بيها ونسيبها لوش 10 دقائق كمان. ده تعمل مره كل شهر. ممكن بقى للناس اللي هي سنها بتتقدم في العمر شويه، يبقى احنا قلنا الاساس هو ال4 حاجات دول: التغذيه المباشره، التغذيه المتوازنه، والتنظيف السليم، والترطيب، والحمايه من الشمس. الترطيب بقى في بعض الناس اللي سن يكبر شويه بنخلي الترطيب ده يتعمل كمان بالليل بنوع من انواع التقشير الخفيف، كريم اللي بتحطه المرطب اللي هو بيتحط بالنهار عليه واقي من الشمس، ناخده بقى بالليل مرطب اعمق من غير واقي الشمس، لكن في ماده تعمل تقشير خفيف طول الليل، الجلد بيجدد الخلايا بتاعته، نصحى الصبح الاقي جلد فيه نضاره اكتر. امال نعمل ايه بقى للناس اللي عندهم حبوب شباب، خاصه برضو في شهر رمضان مع الحر والصيف؟ عايزين في نصيحه لطيفه جدا بنقولها للشباب اللي عندهم افرازات الدهنيه بتاعتهم مش منتظمه. عارفين الريحان؟ بيجيب الورق بتاع الريحان ويتحط في ميه بتغلي ونسيبه يغلي كده ربع ساعه، وبعدين نسيبه يبرد نصفيه، ناخد الميه دي نحطها في رشاش زي بتاع المكوه مخخه، اول ما نصحى الصبح بعد نغسل الوش هنعمل بيه رش كده ونسيبه على الوش، نسيبه ينشف لوحده. النصيحه دي بسيطه جدا مش مكلفه، انما هتؤدي الى ان في تنظيم لافرازات الغدد الدهنيه في البشره طول 24 ساعه. لكن افرض بقى انه جه مع الوقت ابتدت الحبوب تظهر، والحبوب بتزنهر قوي بقى في الصيف، الحاجتين دول اللي هقولهم بيخلوا الزنهره دي او الاحمرار الجامد ده يقل. حته تلج صغيره ومشيها على الحبايه كده، كل ما نحس ان زنهرت وخارجين في الشمس وعاملين حمايه، والحمايه يمكن في حساسيه من الكريم مش عايزه الكريم البياض بتاعه يبان ومستعجله، طب حته تلج كده اول باول كل كام ساعه هتخلي الاحتقان ده يقل جدا. انما الشيء المعالج الكويس حبايه اسبرين، اسبرين حبايه تحط في شويه ميه صغيرين قوي في الكوبايه ونكبسها كده تبقى عامله زي العجينه، نحط عليها عارف القطنه بتاعت الودان وتاخد حته وتحطها كده زي ايه مس على الحبات المزنهرة الحامية الكبيرة الحمراء بالليل قبل النوم، هتصحى الصبح هتلاقي دبلت. دي حاجة كويسة متجربة وجميلة. يعني الناس بقى اللي عندها بشرة دهنية خاصة في رمضان برضو
مع الحر، مع التلوث، مع العرق، مع الشمس، كل ده بنصحهم بحاجة في منتهى البساطة، البشرة الدهنية. انتوا انا افترضت ان انتوا جبتوا ورقة وقلم بقى وبتكتبوا ورايا، لان الحاجات دي احنا عايزين تبقى عندنا بانتظام. ماسك بيسموه ماسك بيكربونات الصودا، بيكربونات اللي بنحطها على الطعمية متباعة عندنا في كل حتة موجودة. هنعمل بيه عجينة، يعني نجيب البودرة نحط عليها مية ونقلبها لغاية ما تبقى زي العجينة، نعمل بيها ماسك على الوش. ماسك البيكربونات ده بيقلل جدا الإفرازات الدهنية بتاعة البشرة، بيخليها نضارة. حسب بقى الإفرازات الدهنية دي كتيرة، هنعمل ماسك كل يومين ثلاثة أو نعملها كل أسبوع، كل واحدة بقى بتعمل أو كل واحد بيقرر هيعمل ماسك البيكربونات ده كل قد إيه. ممكن ناس بتلاقي البشرة المشتركة المختلطة اللي حرف التي اللي هنا في النص ده يحط البيكربونات على الحتت دي والباقي ما يحطش. ساعات بيبقى فيه كمان نصيحة تانية، بتبقى شرايح تفاح، يجيب تفاح ويقطعه كده شرايح ومبلول بالمية ويمسح بيه البشرة الدهنية، بيمتص التفاح الموضوع ده الإفرازات الدهنية دي، يخلي البشرة تبقى صافية، بتخليها تبقى رايقة، بيخليها فيها برضه رطوبة، ما تبقاش مجافة، يبقى يشيل الدهون وفي نفس الوقت محتفظة بالمية جواها، فيها درجة رطوبة جميلة. كده البشرة ليه أهمية طبعا، وقلت لكم المرة اللي فاتت إن الإحصائية اللي عملوها في أمريكا ولقوا إنه لما بتقابل واحد أول مرة في حياتك وبعد كده تقعد تتكلم معاه دقيقتين ويمشي، وبعدين تيجي تفتكر، عايز تفتكره، تفتكره بإيه؟ تلاقوا إنه سألوا الناس 10 أسئلة، إيه الحاجة اللي بتخليك تفتكره؟ 80% من الناس الحاجات اللي بتخليني افتكر الشخص قدامي هو وشه،